أعزائي مشاهدي طيبة في كل مكان، أسعد الله مساءكم دائما بالخيرات. من وحدة السلام من محافظة الوادي الجديد، نحييكم في حكاية جديدة من حكايات الوحال. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حكاية من حكايات الوحاد. وفي حكايتنا النهاردة نتحدث عن واحات مصر الغربية، واحات الوادي الجديد. ونستضيف في حكاية النهاردة الأثري محمد حسن جابر، المهتم بالآثار والسياحة بواحات الوادي الجديد، والذي يحدثنا عن أهمية الواحات تاريخيا عبر العصور المختلفة. مساء الخير. حكايتنا النهاردة عن واحات مصر الغربية، وما تحويه واحات مصر الغربية من كنوز وأثار. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حكاية الواحات مع ضيف هيسرد لنا حكايات الواحات من تخصصه كمفتش أثار، الأستاذ محمد حسن جابر، المهتم بالتراث والتاريخ والآثار. وحضرتك واحد من العاملين في قطاع الآثار. أنا برحب بحضرتك في حكايتنا النهاردة. يا أهلا وسهلا أستاذ خالد، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين، وأهلا بجميع متابعينا وأعزائنا المشاهدين في جميع مصر كلها. أهلا وسهلا أستاذ محمد حسن جابر. لما بنتكلم عن الوادي الجديد واحات مصر الغربية، احنا يخصنا كمحافظة الوادي الجديد خمس واحات: خارجة، الدخلة، الفرافر، باريس، بلاط، بالإضافة إلى مناطق في توشكا ومناطق في شرق العوانات. ده ما يخص إداريا محافظة الوادي الجديد. لما بنتكلم عن الناحية التاريخية عن محافظة الوادي الجديد، محتاج من حضرتك تشرحها لي في كبسولة. الوادي الجديد طبعا هي بلدنا مهمة جدا. احنا تقريبا واخدين اكتر من تلت مساحة مصر، وجغرافيا قبل كده كان يعتبر المنطقة بتاعت الصحراء الغربية امتدادها كامل منذ العصور التاريخية، منذ عصور مصر القديمة، منذ عصور الاسرات، وهي مسجلة على المناطق يعني كمناطق الواحات، مذكوره باسمها الطبيعي كده. كلمه واحات لغايه دلوقتي بنذكرها بالمصري القديم، موجوده في الكتابات على المعابد والمقابر باسم واحات، اللي هو بننطقها لغايه دلوقتي واحات. لا، احنا بنتكلم مصر القديم لغايه دلوقتي. القرى او الواحات دي كان عددهم سبعه، ومذكورين في على جدران معبد ادفو الواحات السبعه، بس إيه الترتيب الجغرافي كان مختلف. ايه هم بقى؟ اللي هم ايه؟ واحات ريسيت، اللي هي الواحه الجنوبيه، اللي هي احنا بنقول عليها ما يقرب من مناطق باريس. هي هم تقلصوا الى خمس واحات، هم كانوا سبعه مذكورين، تقلصوا الى خمسه. الخمسه الحاليين اللي هم مين؟ خارجه، داخله، فرافره، بحريه، سيوه. فاحنا بنقول أربعة زائد واحد. إيه الأربعة وإيه الواحد؟ الأربعة اللي هو خارجة، داخلة، فرافرة، بحرية، بالإضافة دول زي بعض كده في الأعداد شوية تقاليد، بلس واحد أو زائد واحد اللي هو سيوة. سيوة مختلفة شوية، عندهم هم أمازيغ، لغة مختلفة شوية، قافلين على نفسهم، لهم عادات وتقاليد تختلف عن الأربع واحات اللي هو خارجة، داخلة، فرافرة. تاريخ الواحات ممتد. الواحات دي كلها او اللي هو حديثا الوادي الجديد دي لها اصول ممتده في اعماق التاريخ وضاربه في جذور التاريخ لفترات عصور ما قبل التاريخ. يعني هنا عندنا حاجه اسمها اثار من فترات عصور ما قبل التاريخ، اللي هي الادوات الزرنيه اللي هي بتوصل لملايين السنين. كان في استيطان بشري في مناطق الواحات،
تمام. احنا مفروض ان الواحات دي كلها ايه فكره واحات؟ الناس ما تعرفش يعني ايه واحه اصلا. واحه احنا منخفض، يعني وادي النيل بيبقى عالي الصفح بتاعه، واحنا في الواطي المنخفض. منخفض ده في مياه جوفيه بتسمح بتجمع تركيزات بشريه للناس تقدر تطلع المياه. زمان كانت المياه بتطلع عيون ارتوازيه اللي احنا بنقول عليها فواره جراره، المياه بتطلع لوحدها زي عين الدار كده، دي كانت اسماء المناطق زمان على العيون. الواحات كلها بقى كانوا سبعه زمان، تقلصوا الى خمسه بالتوزيع الجغرافي اختلف. يعني مثلا عندنا هبت دي الخارجه كان اسمها هبت، الواحه المحرات اللي مسمى عليها اسم معبد يبس، دي اسم الواحه نفسه معبد يبس لا اسم. يعني ايه واحه المحرات؟ هبت يعني المحرات. ارتباط الارض هنا كله كان زراعه، احنا نعرف ان احنا نعرف ان احنا كنا سله الغلال الامبراطوريه الرومانيه، فكل الصحراوات اللي حضرتك بتشوفها دي كلها كانت مزروعه قديما بسبب العيون الكتيره اللي بتجيب ميه. واحنا احتلونا هنا في فتره الاسره 27 فرس، كانوا شاطرين جدا استخراج الميه على المناور. واللي جه اشطر منهم بعد كده الرومان، فخرجوا ميه كتير وعملوا قصص المناور زي ما حضرتك بتشوف في اللبخه وكده، وزرعوا عليها كل الاصفر المنتشر اللي انت حضرتك شايفه، وكان سله الغلال بيجمع منهم سله غلال الامبراطوريه الرومانيه، مصر والامبراطوريه الرومانيه. احنا كنا احتلال روماني، فكل ده خيرات مزروع ميه كتير بيزرع عليها، وهو كان شاطر روماني خرجوا الميه عن طريق المناور دي، والتكنيك ده قوي جدا ويزرع عليه. فالخريطه الجغرافيه للوادي الجديد مزدهره من زمان جدا، الوادي الجديد مليان خيرات منذ اقدم العصور، حتى ان كان يقال على الواحات في الفتره القريبه في العصور الاسلاميه من مون، واحه الميمون اللي هي من امن اثر امون، عشان المعبد بتاع ايبس ده مخصص لامون. انما هي في الاساس كانت رائجه في التجاره و التصدير للمنتجات الزراعيه تحديدا. يعني في نصوص الدوله الحديثه عصر الاسره 18، نصوص الملك تحتمس ثالث ومنحتب بتذكر القاده بتوعهم اللي هم النبلاء على نوع جيد جدا من الكروم اللي هو بيتصنع منه النبيذ. ده جاي من فين؟ العنب. العنب مزارع كروم، مزارع عنب كاملة كبيرة في منطقة الدخلة اسمها تاكن ميتو، منطقة الغويطة معبد الغويطة دي كان فيها أجود أنواع برضو من النبيذ، تمام. وفي كان خمر مثلا مشهور في مصر القديمة من النبيذ اسمه الشيدح، كان بينطق في منطقة الدخلة، ده أغلى نوع للصفوة رجال وكبار الدولة. فالوادي الجديد منذ أقدم التاريخ على الخريطة، وكان في قوافل كتير جدا مستمرة منذ عصور الأسرات، واستمرت في العصر الروماني والبطلمي على طريق التجارة الرئيسي اللي هو درب الأربعين اللي واصل من عند أسيوط منفلوط يمشي في الغرب لحد دارفور في السودان، ويعدي بقى على المناطق الارتكازية اللي هي زي مناطق التأمين زي تشيك بوينت كده، أو مناطق يعدي عليها القوافل تعمل مراقبة للطريق، يقعد في المكان يدفع ضريبة مكوس، لو عبر بس يدفع ضريبة عبور عن طريق المقايضة بمنتجات وادي النيل من اكسسوارز تماثيل تمائم وخلافه، وياخد بالمقايضة مكانها الاكل والشرب والقمح اللي هيكمل بيه رحلته الى مكان تاني. يبقى مثلا عندي الغويطة قصدي اللبخة في البداية خالص شمال الخارجة بتسلم الندورة، الندورة بيسلم الغويطة، الغويطة بيسلم دوش لحد ما توصل حضرتك ل منطقة مثلا دارفور في السودان وتكمل الأقصر وأسوان وهكذا. هنا الواحات، هنا مصر الأخرى، وهنا عاش المصري القديم منذ آلاف السنين، وترك لنا شواهد ونقوش على جدران المعابد والكنائس والأديرة.
أستاذ محمد حسن جابر الأسري في محافظة الوادي الجديد، لو اتكلمنا عن العملية الخاصة بالتنمية السياحية، خاصة أنه حاليا الدولة لا تبخل على ما يخص التنمية في محافظة الوادي الجديد بشكل عام، خاصة تنمية المواقع السياحية والأسرية ولتحقيق رواج أكبر للأفواج السياحية لزيارة هذه المنطقة. سؤالي، هل التدريب مهم جدا للمرشدين والناس اللي شغالين في الإرشاد السياحي على سبيل المثال؟ وهل الوادي الجديد يعني بقى عنده كوادر من الشباب اللي طالع يصلح أنه يكون مرشد سياحي، خاصة أن المحافظة يعني شوية شوية بتمشي في الاتجاه السياحي واستقبال الوفود؟ طبعا احنا دلوقتي بالنسبة لمحافظة الوادي الجديد اصبحت واعدة في السياحة، اصبحت القبلة والواجهة دلوقتي المتركزة ليها ان يجي مصريين واجانب يشوفوا ايه الواحات، لان انا عندي كسياحة اروح مناطق الاقصر واسوان، طب انا رحت قبل كده فانا عايز اغير، اشوف جديد، اشوف جديد، ايه الجديد عندي الواحات، طيب ايه هي الواحات، طب انا عايز اروح. الواحات عندنا احنا اثار من شاملة من فترات مصر التاريخية كلها، كل الفترات التاريخية عندي، عصور اسرات فرعوني وبعد كده فترات بطلمي روماني قبطي اسلامي، تنوع كتير جدا، عندنا مناطق فريده من نوعها زي مناطق المزوقه، زي مناطق الجبانه بتاعه البجوات قبطي، حاجات مش موجوده زيها، تمام. الحاجات دي اصبحت بتلفت الانتباه جدا عن طريق السوشيال ميديا، والناس بتتكلم، حد بيزور المكان بيصور، الله ايه المكان ده، فين فين الواحات، فين الوادي الجديد دي، لا انا لازم اروح. غير الدولة بتجي بتعمل تنشيط للسياحة الداخلية وتعريف بالثقافة والحضارة المصرية القديمة عن طريق رحلات زي اعرف بلدك بتعاون مع وزارة السياحة والشباب والرياضة بأفواج اسبوعيا، بتيجي بتعمل تنشيط بقى للسياحة دي على مدار العام كامل او مناطق او اوقات الاجازات تحديدا زي اجازة نص السنة. هنا بلدنا مشتى جميل جدا الجو في الشتاء، فيجي اكتر من فوق، كل مثلا فوق يقعد اسبوع بيجيب واحات مصر كلها من البحريه للفرافره للدخله للخارجه ويكمل بقى على القاهره، تبقى رحله جميله جدا لمده اسبوع بنعلم ويستفاد بها الشباب ان هو يبقى عارف. كمان احنا بالنسبه لزملائنا دلوقتي بدانا نشتغل على نعمل صف تاني من الزملاء ان هو يتدرب يعرف كارشاد، لو جالنا ضيوف يطلع يقول ايه ده وايه الاثر ده، معلومه حقيقيه، معلومه كويسه، معلومه موثقه جديده تلفت انتباه اللي هيجي. كمان بنشوف شرح كامل للحاجات المزارات والمناطق الاثريه كنوع من التوعيه ليهم، عشان ما يبقاش جاي ايه المكان ده عباره عن ايه، حتى لو هو قراها ممكن يرى نبذه بسيطه، لكن لو وجود متخصص معاه هيفيده بمعلومات ادق واكبر في المجال ده. الشباب المتخصص في مجال العمل الأثري والسياحي هم أصحاب العلم المتخصص، يقدمون المعلومات التاريخية في غاية الأهمية عن الآثار المنتشرة في ربوع مصر المختلفة وفي الواحات، لتصحيح المفاهيم والتأكيد على الهوية الثقافية لمصر المحروسة. حسن جابر الأسري في محافظة الوادي الجديد، لو اتكلمت عن قراءة أو فك الرموز أو القراءة من على الأثر مباشرة، أحد وسائل التدريب والتعريف والتعلم
اللي انت حضرتك بقيت فيها مميز على سبيل المثال؟ كلمني عن اهميه النوع ده من التدريب، خاصه انت بتشرح للسياح والمصريين والوفود كلها اللي بتشوفك في ذات المكان وبتقدم معلومه مرتبطه بالبصر وبما يتم من نقوش على جدران المعابد وعلى جدران الكنائس. بفضل الله أنا مصنف من أفضل قارئ ترجمة جغرافية في مصر والشرق الأوسط، ومجموعات كبيرة من المعابد والمقابر ترجمتها، كل المقابر والمعابد هنا ترجمتها، وبعمل بقى تدريب في زملائنا المرشدين السياحيين من جميع الأعمار، يعني من 20 سنة ل 60 سنة بيجي معانا، وبنحدد مثلا أي يوم ممكن نروح سقارة، ممكن نروح المتحف المصري، ممكن نروح الأقصر، ممكن نروح أبيدوس. بيجي بجمع بقى مجموعات من مصر كلها، الناس بتيجي من اسكندريه، دمياط، شرقيه، غربيه، طنطا، كل البلاد بيجوا، بنتجمع في يوم محدد كده وبنعمل تدريب. المقابر بتاع السقاره فضل الله كلها انا مترجمها، فبعلمهم ازاي يقرا الهيروغليفي مع الاثر. دي ناس كتير مرشدين زملائنا جمال جدا، عنده معلومه حلوه، ولكن موضوع الهيروغليفي بس بيوقفه. تلاقيه بيشرح حلو جدا مناطق الاقصر وبحري في المتحف المصري، متحف التحرير، والمقابر بتاعت سقاره عليها كتابات. تيجي الجست الاجنبي يسال دي ايه، دي ايه، عايز يعرف دي ايه، كلام ده ايه. فبدانا نعمل التوعيه دي ان احنا بنجمع مجموعات، وده كله شغل يعني يعتبر بالجهود الذاتيه، يعني مش مؤسسه او حاجه راعيها، لكن بالسوشيال ميديا. يعني بنحب نفيد زمايلنا، يعني انا مش واخد الموضوع كشغل، واخده حب كرساله ان انا اعلم غيري. فبنجمع المجموعات دي على وسائل التواصل الاجتماعي، وبنعلن ان احنا يا جماعه هنروح مكان فلان فلان، وبنعلم بقى زملائنا. بنلاقي اعداد كبيره، ناس كتيره من زملائنا المرشدين مهتمين، او ناس كبيره واقامات وبتاع، بس هو عايز يتعلم اللوغريفي ده. والموضوع توسع معانا، اللي بقينا نشمل جميع الاعمار، مش لازم اثري او مرشد سياحي، ده بقى هو في ناس هو عايز يتعلم اللوغريفي، لدرجه ان احنا معانا طفله صغيره 12 سنه بتتعلم كويس، تيجي مخصوص من دمياط بتحضر معانا محاضرات. وكنا بنعمل حاجات يعني زي نظري وعملي، نعمل كورس تعليم هيروغليفي على اونلاين كده على النت، عشان نعرف الناس بقى العلامات، القرايه كلغه بيتقال ايه وايه، وبعد كده كمستوى اول تاني هكذا يتصاعد معانا لغايه لما يعرف يقرا كويس. استاذ محمد حسن جابر الاثري في محافظه الوادي الجديد، لو اتكلمنا عن أهم الآثار اللي أنت من وجهة نظرك بقى، يعني أنت عايش في الوادي الجديد 44% من مساحة مصر، شفت كل الأماكن أعتقد، يعني لفيت عليها كلها، ما فيش مكان ما زبتوش. في أماكن مميزة في الوادي الجديد ملهاش طبعة تانية زي ما بيقولوا كده؟ طبعا فيها. فأخد منك واحدة واحدة بس، يعني عشان نموذج ونموذج، بحيث إن احنا نلقي نظرة بشكل كويس جدا عن المكان ده. إيه هو؟ عندي مثلا نموذج فريد جدا اللي هو مقابر البجوات. مقابر البجوات دي مقابر من عصر قبطي، عبارة عن أكبر جبانة قديمة مسيحية قديمة في مصر كلها، إزاياها ومسيلتها في وادي النيل والدلتا كله وقع، بسبب إن ده طوب لبن ضعيف جدا، عوامل المطر بحري كتير جدا، يعني وادي النيل كل ده وقع، انما عندنا هنا جفاف، نسبه الامطار 2%، وده اللي حفظ المكان، فاصبحت يعني ده تراث نادر ان احنا نلاقيه تاني. مناطق الجبانات بتاعه البجوات مدينه كامله مقسمه خاصه بالموتى، مدينه دفن، عباره عن فيها مثلا تاني اقدم كنيسه في مصر، كنيسة بازيليكا طراز، بازيليكا ده طراز مشهور في الكنائس والعمارة المسيحية، ده مش موجود غير في البجوات. تاني أقدم كنيسة في مصر، الأولى موجودة في وادي الحيز في الواحات البحرية، هنا تاني أقدم كنيسة مغرقة تقريبا قرن، يعني منتصف قرن ثالث ميلادي، يعني كم سنة دلوقتي مثلا؟ منتصف قرن ثالث، يعني بنتكلم في حوالي 17 قرن، يعني 1700 سنة قعدة لسه شوية. والمقابر دي، المقابر ذات نفسها كجبانة كاملة، هي ممتدة من القرن الثاني ميلادي لثامن ميلادي، ففترة كبيرة جدا ان يقعد فيها الطراز ده، وكمان اعيد استخدامها في بداية العصر الاسلامي قبل تشريع اللحد، كان بيستخدموا المقابر دي
فالمقابر بتاعت البجوات حاجه يونيك فريده جدا، مش موجود زيها كطراز لشغل الفريسكو اللي فيها رسومات قصص كتب العهد القديم والجديد، توراه وانجيل، فالموضوع فيها يعني حاجه فريده. واحات الخارجه، الدخله، الفرافره، باريس وبلاط، هي خمس واحات تشمل فيما بينها واحات الوادي الجديد. هنا توجد آثار ما قبل التاريخ، مرورا بالعصور الفرعونية والرومانية والبطلمية والفارسية، وصولا إلى العصر القبطي والإسلامي. إنها واحات الوادي الجديد. أستاذ محمد حسن جابر، الأثري في محافظة الوادي الجديد، يعني احنا خدنا نموذج مدينة البجوات الأثرية في الخارجة. بالضبط. طيب في الداخلة ممكن ايه؟ عندي مثلا مقابر مزوقة. مقابر مزوقة، الناس بتسأل ايه مزوقة دي؟ مزوقة عشان الألوان حضرتك تشوفها تقول ان هي لسه مرسومة دلوقتي، كأنها مزوقة، كأن حد مزوقة. ألوان زاهية. جدا. لسه كنا لسه مرسومة، شبيهة بها شوية بس مش بدرجة الزهو ده، مقابر الواحات البحرية. المقابر الواحات البحرية بس هنا في الدخلة ده النموذج الأكمل اللي هو فترة عصر روماني، بنقوش واضحة جدا في الألوان، بنقول عليها مزوقة. مقبرة بادي باستت وبادي أوزير، مقبرتين عاليين الشأن في منطقة القصر الإسلامية، بعد القصر الإسلامية، بعد منطقة القصر يعني في الدخلة. المقابر دي اكتشفها الدكتور احمد فخري في السبعينات، واتعمل لها شغل ترميم، هي ما شاء الله جميله جدا، الوانها زاهيه جدا، حتى لما اكتشفوها كانت الوان واضحه كده، فالناس الاهالي قالت عليها مزوقه على اساس انها مزوقه كانها لسه مرسومه. مقابر يعني طرازها جميل جدا، السيستم ده مش موجود في اي مكان تاني. ايه اللي لفت نظرك في المقابر دي من رسومات؟ انا شايفها مرسومه بالالوان فريسكو اعتقد، ولا الوان ايه دي؟ حاجه زي الفريسكو، يعتبر الوان ميه، بس الشغل اللي معمول فيها شغل كويس جدا، ان فكره المقبره اشوف فيها الزودياك دي حاجه مهمه جدا، كمان ان اشوف فقرات من كتب الدينيه زي كتب الساعات، الساعه السابعه مصوره كاملا ويعرفها الاثريين كمعلومات اثريه. عندي فكره دحر ونحر الشر دي من خلال وجود معبود توتو، من خلال موجود شكل المتوفى بيتشبه بالمعبودة ماعت، كأنه صادق صوت مع خروق، وبيعمل طرد للشر من خلال الأعداء التقليديين للبلاد اللي هم كانوا أعداء تقليديين لمصر، بيعملهم ضرب بالسهم، فكده فكرة قضاء ودحر الشر والانتصار على الشر. فدي أفكار موجودة في المقبرة، وخاصة فيها فكرة دينية عالية جدا، إن احنا بنشوف دايما المصري القديم كان في المحاسبة في الميزان بيوزن القلب المتوفي بالماعت، بنشوف في المقابر دي حاجة مميزة جدا، إن هو بيوزن القلب بالقلب. طيب أنا عرفت إن القلب ده هو بتاع المتوفى، طب القلب التاني اللي بيوزن ده مين؟ فده قلب أوزير، لأن أوزير هو أول من توفى مع خروق أو صادق الصوت، أول من تم حسابه، فبالتالي ده أطهر قلب بيقيس به النسبة. الأسر محمد حسن جابر، إيه اللي بينقص الواحات؟ يعني إذا كان عندنا كل المقومات الجميلة دي، ماذا ينقص واحات الوادي الجديد من أول الفرافرة للخارجة للدخلة لبلاط لباريس؟ احنا محتاجين ايه عشان يبقى في رواج اكتر واكتر؟ محتاجين دعاية
احنا يعني انا من خلال شاشات حضراتكم انا بلبي نداء او بدعو جميع القنوات ان هي تيجي وتعمل، بس بدعو جميع المؤسسات والشركات تعمل رحلات لهنا عشان تعرف النهضه اللي احنا فيها من ناحيه السياحه. عندنا مقومات سياحيه كبيره جدا، عندنا امكانيات حلوه جدا، عندنا تنوع فريد في الاثار، كمان عندي الجزء بتاع البيروقراطيه في الموضوعات الاداريه من تصريحات من يعني مطلوب تسهيلات. تسهيلات من الدوله بمؤسساتها كامله تتضافر. عندي شرطه السياحه، عندي الاثار، عندي وزاره السياحه والاثار، عندي اكتر حاجه عايزه يعمل بروتوكول مع المحافظه هنا بحيث يبقى في تسهيل وتدعيم للافواج السياحيه. الحمد لله بلدنا امان والدنيا كويسه، احنا في نهضه حضاريه كويسه، ما عندناش دلوقتي الحمد لله مشاكل كتيرة في الحاجات الحدودية كتير. احنا هنا بعيد عن المناطق الحدودية، مش في آمن. الحمد لله امان، ودي حاجة كويسة، فانا لازم نستغلها ان احنا نعمل مثلا ترويج لمناطق الصحراء البيضاء، فتح شامل ليها، فبحيث تيجي الشركات وتدعم السفارات وتجيب رعاياها هنا، الامور هنا كويسة وامان، يبقى في تسهيلات من الاجهزة المعنية في الدولة مع الدعاية، الاتنين متضافرين، هيبقى في عندي رواج سياحي نعرف اكتر واكتر على الخريطه، وكمان على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عموما ان هم يعرفوا نهضه وتاريخ وجمال الوادي الجديد واثارها وحضارتها. اعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات، سردها لنا الأثري محمد حسن جابر المهتم بشؤون الواحات، والذي حدثنا عن أهمية تاريخ الواحات عبر العصور. ففي الختام له منا التحية ولكم منا السلام. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكاية الواحات، قدمناها لكم من محافظة الوادي الجديد، وإلى أن نلتقي معكم في حكاية جديدة لكم تحياتي.